الثاني والعشرون من فبراير من عام 1910 أبلغ القنصل البريطاني في مسقط حكومته بالخطر الذي يشكله تاجر الأسلحة الفرنسي جوجير على مصالح بريطانيا في عمان والمنطقة، فبادرت الحكومة البريطانية بمخاطبة المسؤولين الفرنسيين لوقف تلك التجارة. وتعد قضية تجارة السلاح واحدة من أكبر الأزمات بين بريطانيا وفرنسا في تنافسهما على المنطقة آنذاك. وفي 22 من فبراير من عام 1913 بدأت نهاية أزمة تجارة السلاح عندما أعلنت بريطانيا عن استعدادها لتعويض التجار الفرنسيين رغبة منها في إنهاء تلك الأزمة دون اللجوء إلى التحكيم. الثاني والعشرون من فبراير من عام 2000 توفي الحكم الدولي لكرة القدم محمد بن عبد الرسول الحاج عرب الزجالي إثر إصابته بأزمة قلبية. ولد في مطرح سنة 1950 وسافر إلى الكويت وأكمل الثانوية وكون مع زملائه العمانيين في الكويت فريقا يحمل اسم بركة، وكانوا يتدربون على ملاعب نادي القادسية. عاد إلى عمان سنة 1972 وشارك في تأسيس فريق الاتحاد الذي أصبح فيما بعد يعرف بنادي مطرح، قبل أن يندمج مع نادي النهضة باسم نادي البستان. عمل في شؤون الشباب وكانت له مشاركات فاعلة، كما أسهم في تأسيس الاتحاد العماني للكرة الطائرة وترأس أول بعثة للكرة الطائرة في البطولة العربية عام 77 في الكويت، كما أسهم في تأسيس اللجنة الأولمبية العمانية والعديد من المشاركات. وفي عام 1982 نال شارة التحكيم الدولية. الثاني والعشرون من فبراير من عام 2009 احتفل بالافتتاح الرسمي لمحطة كوثر للغاز بولاية أدم، والتي بلغت تكلفتها حوالي 161 مليون ريال. وقد أضاف هذا المشروع طاقة إنتاجية جديدة للغاز بمقدار 20 مليون متر مكعب في اليوم، مما رفع إنتاج السلطنة من المكثفات النفطية. والجدير ذكره أن هذا الحقل الذي اكتشف عام 2001 قام بتنفيذه فريق غالبيته العظمى من مهندسي وفنيي شركة تنمية نفط عمان من العمانيين، ممن تولوا المسؤولية بحرفية عالية منذ اكتشافه وحتى ربطه بخط الإنتاج قبل موعده المحدد. الثاني والعشرون من فبراير من كل عام تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال بيوم المرشدات العالمي.